لئلا يسيء جهال مذهبنا لمذهبنا، ولئلا يتطاول غيرنا علينا، لكي لا يسيء جهال مذهبنا بمذهبنا، فيعرض الواحد منهم هذه المبادئ التي كالشمس وضحاها وكالقمر إذا تلاها وكالنهار إذا جلاها بصورة تجعل القلب كسيرا حزينا كئيبا. وجهل الغير بهذا المذهب الشريف المنيف اللطيف الباذخة أركانه الشامخ بنيانه أمر قد تجرعنا منه غصصا ولا زلنا. كنت في جلسة في مصر، وفي بداية الجلسة قام أحد مشائخ الجلسة الذين عقد بيني وبينهم اللقاء ليعرف بي، والأصل أن أعرف بنفسي لأنني هذا الشيخ الذي يريد أن يعرف بي ما لقيته قبل تلك الجلسة ولا أعرفه أصلا، فقام ليعرف بي وقال الضيف طبعا من عمان واسمه فلان بن فلان، وهو طبعا من الإباضية، والإباضية طبعا فرقة من فرق الخوارج، والشيخ طبعا في تعريفه هذا مخطئ بلا شك. قال والإباضية كما تعلمون طبعا فرقة من فرق الخوارج، والخوارج طبعا طبعا هذا معروف فرقة الخوارج عندما يصل إلى هذا الحد. والشيخ قد عقدت الجلسة بيني وبينه وبين صاحبه من أجل المناقشة والمناظرة والمحاورة، فإنه يضع سدا منيعا بين آذان الحاضرين من أتباعه وبين ما سأقول، وذلك لأنه إن أوعى مسامع أتباعه أنني من الخوارج، فإن حديث ابن ماجه يقول الخوارج كلاب النار، وهو حديث صححه الشيخ الألباني، الخوارج كلاب النار، يعني هذا مهما قال فإن الكلام الذي يصدر من فيه كلام لا يخرج إلا من بين قوسين. وهذا التعريف من ثم إني في تعقيبي عليه قلت يا شيخ تعريفك بي تعريف خاطئ، تعريف باطل، لسنا من الخوارج. وهذه القضية ناقشت فيها غير واحد، قلت لأحدهم يوما لما قال الإباضية خوارج قلت الله قال في كتابه الإباضية خوارج؟ قال لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في صحيح بل حتى في ضعيف سنته الإباضية خوارج؟ الجواب لا. صحابي من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، مع أنك له يقبل الصواب والخطأ، لكن على رأي القائلين بحجية فهم السلف، الصحابة الكرام هل قالوا قال قائل منهم الإباضية خوارج؟ الجواب لا. إذن من أين أتيت أنت بفكرة الإباضية هم الخوارج؟ من أين أتيت بها؟ قال علماؤنا ذلك صلى الله عليه وسلم. أنى لك هذا؟ من أين أتيت بفكرة الإباضية خوارج؟ لم يقول الحي القيوم، ولم يقل النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يقل الصحابة الكرام الذين تعتبر كلامه حجة. إذن من أين أنت انتزعت قولك هذا الإباضية خوارج؟ من أين هذا؟ لسنا خوارج يا أبناء أمتنا، بل أهل دعوة من للحق قد نصرا، سل جابرا وابن عباس وعائشة وسلم يامين بدر تعرف الخبرا، وسل أبا حمزة الشاري وخطبته، أي الفريقين أقفى للهدى أثرا. من أين جئت؟ هذا تعريف الغير بنا. كنا في جلسة مع شيخنا شيخ سعيد بن حمد الحارثي نور الله مضجعه وفي جنان الخلد أضجعه، وذكرنا قول بعض كتاب المقالات قال الإباضية يحجون في سائر شهور العام،
والإباضية يحرمون أكل السمك إلا مذبوحا، والإباضية يتيممون على الآبار. ثم أتينا لمسألة، قال والإباضية يحرمون أكل قضيب التيس. الحمد لله على الإمام، فرقة لها رجالها ولها كتبها، لما تجي تنقدها بمسألة ساذجة كهذه تقول يحرمون يعني حد يذكرها أصلا ذي؟ والجزاء من جنس العمل. لما اجترى الكاتب على هذه القالة علق الشيخ على قوله هذا، قال بالله عليكم توضع بين يديك ذبيحة بشحمها ولحمها تترك كل هذا وتروح للقضيب؟ لنا الذبيحة وتركنا القضيب للشيخ، إن كان غيور جدا. الجزاء من جنس العمل. هذا عندما يجهلنا غيرنا، وإن كان يعذر الأوائل، إن عذر الأوائل على هذه الجرأة فإن الأواخر لا يعذرون إطلاقا، لا يعذرون بتاتا، ولا نعذر نحن عن بيان حقيقة ما نحن عليه من فكر ومبدأ ومنهج وعقيدة وتاريخ، لأن إخفاء منهجنا وفكرنا وعطائنا ظلم للإنسانية والحضارة. نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاون الكرى، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. ولذلك يجب أن نجلس أمثال هذه الجلسات، وأن تتكرر دائما أمثال هذه الحلقات، وأن تتلى على مسامع الأجيال، وأن تسكب في آذانهم عذبا فراتا سلسبيلا، لتوجد في أرواحهم وتنفخ في مواجيدهم روح العزة والانتشاء بهذا النور المبين الذي رزقهم الله إياه.